أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل يا شيخ: نحن في البراري في رعي الأغنام، وفي أيام البرد يتيمم البعض عدة فروض، وذلك من شدة البرد، فما الحكم في ذلك؟ مأجورين. لا يجوز التيمم مع وجود الماء إلا للعذر عن في العجز عن استعمال الماء. إذا عجز عن استعمال الماء إنه يتيمم. إذا كان البرد شديدا وليس عندكم ما تسخنون به الماء من الحطب أو من الغاز، فإنكم إذا خفتم من استعمال الماء والبرودة تتيممون بقدر الحاجة، ولا تستعملوا التيمم دائما كما يفعل بعض الأعراب، يظن أن التيمم دائما يتيممه على حافة البحر أو النهر أو البير ويقول عفور والله غفور. هذا من أمور الجهل. الله جل وعلا إنما أباح التيمم بالتراب في حالتين: حالة الأولى عدم الماء فلم تجدوا ماء، الحالة الثانية إذا عجز عن استعماله لمرض أو لأن الماء قليل لا يتسع لشربه وحاجته، حاجة من معه ووضوئه، فإنه يوفر الماء لحاجته ويتيمم. الله جل وعلا قال: وإن كنتم مرضى، جعد المرض، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. فلا تيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله. ومن القدرة على استعماله أن تسخنه في البر وقت البرد، تسخنه بالمسخنات الموجودة لديه. نعم.